بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. كان السؤال إزاي أطلع، أنا عندي 3 عملاء هنا في المثال ده، إبراهيم ومحمود وعاصم، ماشي، كل واحد له عمليات مختلفة. إزاي أوصل إن إبراهيم العمليات بتاعته توصل في الشيت ده، ومحمود في الشيت ده هوت، وعاصم في الشيت ده؟ وطبعا الحمد لله بفضل الله أجبنا عن هذا السؤال بتشكيلة فريدة من الدوال في الإكسل. في الفيديو الحالي احنا هنعمل العملية ديت، ولكن يعني بطريقة بسيطة خالص، بعيدا عن استخدام الدوال المعقدة وتركيبها مع بعضها. انا عملت 3 شيتات، شيت اسمه ابراهيم واحد، وشيت اسمه محمود واحد، وشيت اسمه عاصم واحد. ده فاضي خالص، ماشي، وهبدأ افرز فيهم العملية ديت ببساطة جدا وبسهولة. انا هروح على الشيت اللي اسمه ابراهيم، الخلية اول خلية في الشيت، وهقول له يساوي البيانات اول خلية في الشيت هنا اللي هي C1، لان عندي عمودين مخفيين هنا، وهقول له انتر. قال لي الخلية A1 هناك، اللي هي C1 هناك، فيها الاسم، تمام. بس عاوز قبل ما اسحب هقول له لو الخلية اللي هناك فاضية اديني هنا فراغ عشان ما تعملش مشاكل، ما تدينيش صفر وكده. هقول له اف لو، استخدم دالة واحدة، انتر، اداني نفس النتيجة طبعا. بعد كده هسحب 1 2 3 4 5، وهسحب مثلا 50 أو 100. التاريخ ده هوت عاوزه، التنسيق بتاعه تاريخ، نفس اللي عملته هنا هعمله في الشيت اللي اسمه محمود. اقول يساوي اف الخلية دي تساوي فراغ، فراغ ما كانش اديني C1، انتر. بس ببساطة هعمل تنسيق لده مباشر كده، تنسيق لده، تنسيق لده. نسينا نعمل هنا ان ده تاريخ مختصر، ونكبر ده شوية، تمام كده. ببساطة هعمل فلتر في صفحة ابراهيم، هخليها خاصة بابراهيم، تصفية وابراهيم. بس الفكرة هنا ان انا هختار الفراغات معي، عشان لما اضيف هناك او اعدل هناك اضيف واعدل هنا، واخلي دي خاصة بمحمود مع الفراغات، وهخلي دي خاصة بعاصم مع الفراغات. كده انا عندي 3 شيتات، الشيتة ديت فيها ابراهيم بياناته وعمليات الشراء بتاعته، والشيت ده فيه محمود وعمليات الشراء بتاعته، والشيت ده فيه عاصم وعمليات الشراء بتاعته. وكده نكون وصلنا للحل بطريقة مختصرة، بعيدا عن الدوال وتعقيدات الدوال، في 3 شيتات اهوت، ابراهيم ومحمود وعاصم. ولكن تبقى مشكلة واحدة، ان انا لو اضفت بعض البيانات في صفحة البيانات الرئيسية هنا، ماشي، في البيانات دي بتظهر في كل الصفحات، بضطر ان انا بعمل حركة بسيطة خالص، ان انا الغي الفلتر من هنا، ماشي، او احدث الفلتر، اشيل الشيك بوكس ده واحدثه تاني واقول له موافق، فهيظهر معايا هنا البيانات مظبوطة. مضطر ان انا اعمل تحديث للفلتر كده هو كل فترة، او كل ما اضيف بعض البيانات في الصفحة الرئيسية. بس ده طبعا عملية بسيطة بعيدا عن الدوال وتعقيداتها. كنت معكم إبراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.